في الازازه سوير. انت هتشرب قبل الصلاه بدل ما تخطف رجلك للجامع وتصلي لك ركعتين؟ وانت مال اهلك انت؟ ها؟ مال اهلك انت؟ خلاص هتعملي لي فيها وعظه؟ سيبنا لك الجنه يا ستي. انا ما بحبش النجاسه في بيتي. نجاسه؟ هي حصلت. انا مش هتنيها تاني يا ريه. وديني وما اعبد. لو ما طلعت من الازازه دلوقتي بكون مال املك وحياتي. فين الازازه؟ اوعى تلك دعوه. فين الازازه؟ خد امسك. الو. ايوه مين؟ يوسف نبيل؟ لا هو مش موجود. ايه؟ ما بلغوا انك بتاكد الميعاد؟ مالك بطل كوره خلاص. ويا ريت ما تتصلش هنا تاني. سلام. امسك. ليه يا بابا عملت كده؟ قلت لك 100 مره تشيل موضوع الكوره ده من دماغك خالص. انت هتشتغل معايا في المطبعه. انت فاكر حد مصدق ان المطبعه دي شغاله ولا هيقوم لها امها اصلا؟ ما احنا عارفين انك بتروح تقرا الجرايد وترجع وقاليان شغال. سيبني بقى مره اعمل الحاجه اللي بحبها يا اخي. اخي يا زفري يا الكلب. اوعي احمد. اوعي بقول لك. تعالوا لو خرجت من باب البيت مش هتهوى منا تاني. تعالوا هنا. وقف. ارجع. حرام عليك يا بابا. ده طول عمره بيحلم يبقى لعيب كوره وبعدين ده ما نمشي من امبارح وقاعد مستني الميعاد ده. ما تسيبه يسافر مش يمكن يبقى حاجه. خلاص يا بنت الكلب. امشي يا بنت. امشي يا بنت. اوعي اوعي. خش على وسط كمان. تعالى هنا. انت مالك؟ عارف كده؟ حرام عليك وحرام عليك. انصر يا رب. انصر يا رب. استنى يا مالك. يا مالك استنى. استنى. مالك استنى. فهم لا يؤمنون. Thank you.
واقفه هنا وسايب امك واختك لوحدهم؟ مش عيب يا اخي؟ توبه فوق، عايز تعمل فينا اكتر من اللي عملته؟ كفايه لحد كده بقى يا اخي، ضيعتنا وانت انت في داهيه. كفايه كفايه بقى. مالك يا بني؟ مالك اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس. هبعتلك المصروف كل أول شهر، ولو عاوزت أي حاجة كلميني. أنا لقيت مطرح على قدي، يعني أشوف وشك بخير يا سهير. وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم؟ بيخلي مالك يسأل على أبوه. مش عارفه ارد لك جمايلك دي ازاي يا حبيبتي. ما تقوليش كده يا طنط.